مش هو اللي مش اسلام الصحراء، مش اسلام الصحراء، لا احنا اسلام المعامل واسلام التطور واسلام التكنولوجيا واسلام اسلام كل حاجه متطوره. يعني احنا عايزين دايما يبقى الاسلام في حاله تطور وفي حاله عمل مع حتى مع الشباب ومع كل المجتمعات، ما يبقاش في مجتمع واحد. اعتقد ان احنا محتاجين كل الايادي من المجتمعات الاسلاميه ومن المجتمعات العربيه وحتى من الاجيال المسلمه والعربيه اللي موجوده بره، اللي للاسف مسيطر عليها الاسلام المتطرف اكتر منه اسلام المستنير. وده طبعا واضح جدا في فرنسا، واضح جدا في بلجيكا. بلجيكا دي تحولت الى مجتمعات داعشيه، المجتمعات العربيه والاسلاميه تحولت الى مجتمعات داعشيه، عشان كده حتى المجتمعات المستنيره دي بتتدعوش لو صح التعبير، عشان احنا سايبينها. احنا محتاجين كل التمويل مثلا السعوديه بتقدمه للازهر، للمجتمع للمجتمعات الدينيه الاسلاميه اللي بره، عايز شكل من شكل التطوير والتعديل عشان يبقى عارف هو رايح فين، بدل ما يروح لواحد ارهابي لا يروح لامام مستنير واخد باله من الكلمه قبل ما يطلعها. يعني كان في عايز اقول لك معلومه صادمه، ان شيخ مشايخ شمال سيناء بيقول لك ان كثير من المساجد في سيناء وفي شمال سيناء للدقه مسيطر عليها من الارهابيين، فبالتالي الاجيال اللي طالعه انت عندك افراخ من الاجيال الارهابيه، وفي الاخر بنحتفل بعيد تحرير سيناء. فاحنا محتاجين واحنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء نحرر سيناء بجد، نتخلص من كل المساجد دي. نعم، إذا تحدثنا عن سيطرة بعض التنظيمات الإرهابية على بعض المساجد كما قلت، يعني تنظيم داعش الإرهابي أيضا صرح وقال أنه سيعمل على تصفية العلماء المسلمين الموجودين في العالم الخارجي، كيف تقرأ هذا التصريح من وجهة نظرك؟ وهل من الممكن أن يكون بداية لصراع حضارات أو فتنة من الممكن أن تشتعل في العالم الخارجي؟ والله أنا شايفه يعني حاجة إيجابية جدا جدا أن التصريح ده طلع، يعني ممكن ينهي تماما فتره من الجدل ان داعش دي كويسه لا مش كويسه. كان في بعض التيارات الاسلاميه بتتكلم في هذا الاطار ومشغوله في هذا الاطار، بعض الاصوات الازهريه تصوري ما كانتش راضيه تكفر داعش. اعتقد ان هي النهارده مش محتاجه الجدل ده، شايفه التصريح قد ايه مباشر، التهديد مباشر، يبقى احنا كلنا نبقى صف واحد ضد التهديد اللي قدامنا، خاصه ان سوريا والعراق اللي هو التهديد الاكبر فيها لداعش واضح جدا. الحمد لله الجيشين السوري والعراق والعراقي شغالين كويس وبياخدوا اراضي كتير الحمد لله، حتى الحدود العراقيه السوريه متصفيه الحمد لله دلوقتي، كل الجيشين موجودين عراقي او سوري، فدوت ممكن بالتالي يعني يدينا قوه للمواجهه. طبعا الامريكان والاسرائيليين مش هيسيبونا في حالنا، الاسرائيليين بيعالجوا عندهم الدواعشيه المصابين، طبعا بالتاكيد لازم برضو يبقى عندنا روحهم. انا يعني بتعجبني جدا جدا روح التخطيط والاصرار الاسرائيلي، ان هم عندهم هدف معين وبيركزوا عليه، احنا عايزين الروح دي عندنا برضو، دايما يبقى عندنا هذا الروح وهذا العلم وهذا التركيز، ان انتوا بلا ما انتوا عندكم الروح دي احنا عندنا في المقابل الروح دي ومركزين وهنستمر في الطريق. نعم، طب يعني مشاهدينا ننتقل من هذا الخبر الى الصفحه السابعه، نطالع من جريده روزا اليوسف، نقف عند مشروع الاسكان الاجتماعي الضخم في تاريخ او الاضخم في تاريخ مصر. يعني اود ان اتعرف منك في البدايه عن مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع، المميزات التي تفردت بها وحدات الاسكان الاجتماعي في هذه المرحله تحديدا، الشروط التي وضعتها وزاره الاسكان الاجتماعي للمستحقين لهذه الوحدات، وايضا هل ترى انها ستساهم بشكل او باخر في حل ازمه السكن في مصر؟ هو بصي يعني من اهم المشروعات الموجوده في برنامج السيسي هو فكر فعلا هو الاسكان الاجتماعي، وده بيأكد على فكره العداله الاجتماعيه بعيده عن الشعارات الرنانه. احنا عندنا واقع دلوقتي بنشتغل عليه، طبعا الكثير هيشككوا فيه، بس انا اعتقد ان هي المستهدف الرقم المعلن هو 500,000، بس هو الرئيس قال ان هو لو وصل بينا للحال ان احنا عايزين 650 هنوفر الميزانيه اللي احنا محتاجينها رغم صعوبه التوفير، بس هو وعد بكده وهنوصل ل 650، وانا اتصور ان الرقم ممكن خلال السنتين الجايين هيوصل فعلا 650، لان الضغوط كانت كبيره جدا والناس كتير جدا رايحين. بس انا بطالب الناس اللي رايحين يا جماعه، مادام يعني هو في ناس بتعتبرها استثمار شويه، لو في حد يا جماعه مش محتاج الشقه ارجوكوا سيبوا الشقق دي للناس اللي محتاجينها، خاصه ان هي فعلا هي مطمع فعلا. يعني اولا طب هل تم وضع شروط معينه تحد من تلك الفكره التي طرحتها من ان يستخدمها البعض ويلجا اليها البعض كنوع من انواع الاستثمار، ان تصل او ان يصل هذا الدعم الى مستحقيه بالفعل؟
هو فعلا الاوراق المطلوبه او المستندات المطلوبه بتضيق الامور شويه على المستحق، يعني بتخليه محدد فعلا بشكل زي ما انت بتقولي فعلا. بس انت عارفه الالعاب بقى ممكن تشتغل من تحت لتحت، خاصه الحكايه احنا بنتكلم في ممكن تعدي المليارات، ممكن نشتغل في خانه التريليونات. وطبعا شقه 90 متر مع تشطيب مهم جدا، والارقام دلوقتي الشقق في المقابل بتبقى غاليه جدا، فهو ممكن يبقى استثمار هايل. فيعني انا بس نفسي زي ما احنا بنطالب الحكومه بان هي بتواجه الفساد وتشتغل، احنا برضو بنطالب نفسنا اللي مش محتاجها يا جماعه ارجوكوا سيبوها للي محتاجها، لان هي هتحل مشاكل ناس كتير. بالطبع. طب يعني يا مشاهدينا ننتقل الى الصفحه 15 من جريده روزا اليوسف، ننتقل الى الشأن الفني. مهرجان كان يختار فيلم مصري او فيلما مصريا للمره الاولى في عروض الافتتاح، يعني اختار مهرجان كان السينمائي وهو الاكثر شهره في اذا تحدثنا عن المهرجانات السينمائيه على مستوى العالم، هو مهرجان كان هو الاكثر شهره، يعني كيف تعلق في البدايه على هذا الامر؟ شوفي، هي مش اول مره يعني يختار افلام مصريه، بس نعم. هو اول مره تختار فيلم مصري في الافتتاح، وده طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا. مهرجان كان هو الاشهر عالميا وبعده فينيسيا مهتم بينا شويه، بس كان برضو بيهتم بينا ما بين الحين والاخر. طبعا الاختيار ليه ابعاد برضو ممكن لما تبعدهاش عن الابعاد السياسيه، لان بصراحه انا مؤمن جدا بنظريه المؤامره اللي هم بيحبوا يعني يستخفوا بيها، انا مؤمن بيها جدا، بس هي في الاخر بعيده عن شغل السياسه اللي انا ده ملفي الاساسي، فلازم اسقط اي ابعاد يعني سياسيه كيف عليه. كيف تدخل نظريه المؤامره في خبر كهذا؟ لا، لما انا بقول لك هو الفيلم ليه ابعاد ما، فانا لما اقراه او اشاهده دلوقتي، اساس السينما هي اساسها السياسه. مهما كانت تفاهة الفيلم، مع كامل تقديري طبعا وبين قوسين كلمة تفاهة دي لأي حد بيعمل فيلم أو عمل إبداعي، مهما كانت حتى لو فيلم مقاولات هو برضو بيبقى فيه إسقاطات، يعني أفلام حضرتك عارفة المنتج المشهور بأفلام المقاولات اليومين دول، حتى الأفلام التافهة بتاعته هي برضو ليها إسقاطاتها بتعبر عن شكل المجتمع بتاعك حتى في الخارج وليس الداخل فقط. نعم. طب هل ترى أن اختيار مهرجان كان لفيلم سينمائي مصري سيمثل نقلة نوعية ربما في المستقبل مجال السينما المصرية؟ احنا على فكرة بالمناسبة السينما بتاعتنا برضو على قلة الانتاج بتاعها، احنا عندنا بننافس خلال الفترة الأخيرة السنتين الأخرانيين على في مسابقة الأفلام الأجنبية في الأوسكار، فبنطلع في المراحل الأخيرة، بس برضو ده معناه ان احنا متواجدين بشكل أو بآخر. والحكاية ممكن والله تتعلق بالدأب والعلاقات في نفس الوقت، يعني ممكن الانتاج يبقى مش كويس أو مش مية مية، يعني ممكن مثلا بيبقى 90%، وممكن بعلاقاتك أو بإصرارك وبدأبك توصلي برضو ليه. طيب يعني مشاهدينا نختم هذه الجولة الصحفية من الصفحة الأخيرة من جريدة روزا اليوسف ورسم الكاريكاتوري الذي يشير إلى أن حقوق الإنسان باتت هي ورقة الضغط العربية التي تلوح بها الدول الأوروبية لممارسة بعض الضغوط على مصر وربما التدخل في شؤونها. يعني برأيك هل ترى أن أوروبا أو العالم الخارجي يستطيع أن يحقق مكاسبه كما ذكرنا في خبر منذ قليل، أن يحقق أغراضه طموحاته في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذه الورقة التي يتلاعب بها دوما؟ شوفي، هو طبيعي جدا لأي رئيس أو مسؤول كبير يجيلك خلال الفترة اللي فاتت، وأنا عايز أذكر الناس كان جون كيري عندنا أولاند، طبعا مش هنعد محمد بن زايد ولا العاهل السعودي ولا العاهل البحريني النهاردة، طبعا مش هيكلموا في هذا السياق. احنا بنتكلم على فكره ان غريبه قوي ان اولاند يتكلم في حقوق الانسان عن الاخوان، يعني هو كان بيعترض من ضمن ما اعترض على الاحكام الاعدامات اللي طلعت على الاخوان اللي هي اساسا ليست نهائيه ولسه في القضاء، وهم مستحقين خونه وارهابيين وجواسيس. طب ما انت كنت لسه دافع ثمن اساسا الفكر الاخواني اللي عندك في التفجيرات اللي انت لغايه دلوقتي لسه ما جبتش المتهمين اللي فيها. انا بس نفسي الناس وهي بتتكلم تعرف يعني ايه حقوق انسان في حالات الحروب. احنا لا نقمع الحريات، ولكن هناك حريه مسؤوله، هي الفكره في كده. زي ما كنت لسه بكلمك حالا دلوقتي في نقابه الصحفيين، مش معنى ان انا صحفي يبقى انا احرض على الفوضى. انا وانا باخد بالي وانا في حاله حرب دلوقتي، بلدي في حاله حرب، باخد بالي من الكلمه، خاصه ان انا دلوقتي من النخبه او من ليا ناس بعض الناس بتسمع لي، اخد بالي من الكلمه، احترم نفسي، احترامي من خلال نفسي ازاي؟ باحترامي باختيار الكلمه بتاعتي في الايام القلق اللي احنا فيها دلوقتي. طب يعني كنا نتحدث منذ قليل عن مجلس النواب وابرز
الملفات المطروحة أمام المجلس، هل ترى أننا في هذه المرحلة التي تمر بها مصر نحتاج إلى سن تشريعات وقوانين جديدة تتحدث عن أو تحفظ الحرية المسؤولة التي تحدثت عنها منذ قليل من جانب المواطن المصري، وأيضا تحفظ له حقوقه وكرامته من بعض التجاوزات التي من الممكن أن يتعرض لها من أي مسؤول في الدولة؟ طبعا أنا معاك في كل اللي أنت قلتيه، إحنا ولا محتاجين تجاوزات ولا محتاجين في الناحية التانية فكرة تعامل غير مسؤول مع الحريات، لا تجاوزات ولا تعامل غير مسؤول مع الحريات، محتاجين نوع من انواع الوسطيه في التعامل. كل اطراف تحس ان هي قد ايه احنا في قلق، بس انا طبعا ما تستنيش من حد زي اخوان ارهابيين عايزين يرجعوا تاني للمشهد او اناركيين فوضويين ان هم يسمعوا الكلام ده هم طبعا هيستخفوا من الكلام بتاعنا، بنتكلم عن الناس الوطنيين اللي خايفين على البلد. شكرا لك الاستاذ اسلام كمال مدير تحرير جريده روزا اليوسف على هذه الاستفاضه التحليل والعرض لما ورد معنا من اخبار اليوم. شكرا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة، وغدا في الوقت نفسه جولة صحفية جديدة لكم من أطيب المنى، وإلى اللقاء.